الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، كذب في كبت الأي يملك وزر فوش لي مثل أي أمت عن جوج ميان وصدشون وجنبرج أدرب على ملكتاياين بركات تاتمرتوشنا سالفنا زاري من دزيهو كامل قوزر فوش مكاكل تقيتون بتشابه ممرد بزيالي يمين نسو وجن بروتشن مرجا بما كلمة الكو كما سارتو متال يمين تشالب باتشان هيدتوش لما لسس المكرالن هنوم كدميا إسلاماوي أقاموج بمن يوم قل لسب لبونا وسط لسرط وسلمي قبع قرآننا حديثا بمن رجانت بمن تاكس ذك لن يوم أقام باجرا بيهن لما يتمكرال لذلك مرة يا أملك وزرف الاستعاذة مالت تبكان ويم خلالان ما تأيك ويم ما فلقن السين والتاء أبزان يوم جزي تأيكين ويم دمو عند النقر ما فلقن يمتقمنا العوذ يمبالو متقاتن كللان مثلجن يمتكم قالوا بزي مسرت تشكروش بميقاتم متقاتامي كللان وين تبقان مشات يمفقدو يهنن تشكر وين سغات مانسات كميتشالو اكل بتشو الله سبحانه وتعالى يقول لهم فتاعينا ما ننجون من نقر بجلة وادرا قيسن هنا دينة تياكيوج كسوك الله سبحانه وتعالى بجانو لتياكو يمكبا كزين دم الناس تولو يه استعادة تقلبو هنا ترقواميو يدعاء عند أكل دعاء ويمك الله عند النجر متأيك سفي كما هو أنصار بشكر بجيهم كشكر وج سقاتا سينورا نور ترون لما سكنيت ويم مدفون لما راك باتك علي يمي نتك من باتك علم تزيهن سفي تربوا ميس الناس تول كزيهن كاكا الاندو استعادة مهم نرد لما لثم كزيهن بثر تدقى قامي لمداسة سندمو كرنو دعاء لله سبحانه وتعالى بتشمي كبا مبتن الصن بتشانه من طيقه اللهم بقرآن بتلايو وتوش لايهن الأزم طال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فلذي الله سبحانه وتعالى بتشا ما درق ميش لو قد إلي استعاذة ويم كللان النات بكان مشات كليلوج مفلك يما يتشال سلامه هنو كمي كربو بركات مرجوج مكاكل يتوسنوت دعاء لا الله بتشان دمي كبا يمي دكم مرجوج ناتشو يتن يوم اللهن بتشان ملمن اندال لبن اللهن بتشان ما سندال لبن يمي دكم مرجوج هلو يهن يوم اهون يتكسن يوم لكوزف لا الله بتشان دمي كبا يمي دكم نوم ملت قدم لتكون قد استعاذة كدعاء أنت أكال تدرقوا المتاسبك هنا بهنا تشكر القدامي كالله سبحانه وتعالى كللا مديك ويم تشكروا سايك كسك بفيت الله اندي أدنا كذي تشكر لتبكا أسك أدنا من ماسا ولدتون ميحكا تتال مالثنا تاريا بقرآن الله سبحانه وتعالى
بسو بچا كللان عندن نفلق وين كسو بچا كللان النا تبقى عندن نشا يزنا هين يوم مثلا يقول عن قدرش لا يتذكو مال لمسالي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله هنا نحن مسلسلو عن قدرش إياك بزيح ملكو ودى الله بالشاب متقات الله اللبت بقل زيتكو مال إيهن بالشاب سيحون يتلايو يا الله سبحانه وتعالى نبياتنا بقرآن سيتكسو دقا كباروش اللهم بتشا بملمن كشجر اللي اوطاتشو كلالان دمي تايقو بمثال ما يتشال موسى عليه السلام قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين هنن اينت يما هي ما نسرا كمسرات طبقان يتايقوت كالله بتشا نوح عليه السلام قال ربي اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم مريم عليه السلام من ألج قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي يسوع الناب كذابة بلا نبر وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم كل من الله نبياتنا كزيام وجعلوا ملكام باروج كمان يوم شكر تبكاني ميشوت كللاني ميفلقوت كالله بجانبر سلازي يه لا الله بتشي ميكبر مثلهم بقطة تاموك إن شاء الله ما لتنو من دازيهم حدرو جمرو يتلايو يا إسلام لك أعونت بتلايو أقدت أميوك يا الله سبحانه وتعالى نقكر قرآن مهم كقرآن إن شاء الله يسو نقكر يسو بحري إنجي عندنا فتور ندال هنا كم يقرب وتبارك الله مرجوش مكمل عنده من التنيو عليه الصلاة والسلام مثل يقعد أميوج بالله ملو قالت عندن التبك بس ما رباتشوا ونتوش لينه النزين بمرجع يقربون أمبر نعم الصالح من التنيو عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المخرج في صحيح البخاري الحسين كمان يوم كفات يميت بكبت يدعى نقر ويمكن نبراج أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة النائهين يوم ببال دقمو إبراهيم عليه السلام ولد لجوج إسماعيل إسحاق كنديه عين سكوداتو يميت بكبت كأن نبرا زيهو تالي أعيذكما بكلمات الله التامة بلون مولو بهون تبع الله قالت اتبقى تشوهل قلت انا تاريا يهنن سيلو يا اسلام نيقان كزي بفيت كتكلن يا مسمر يا فنغطو اند معتزله يالو بودنوتين ستت لمارن اند مرجه ميقربوت كمن انصار نو كتباله انزي سوت يا الله قال ويم نغغر فطور نو يلو نبر ايه تلك ستت نو مكنياتهم يا الله نغغر يسو بحري نو يسو بحري دغمو كل جزئ الصفة لا تستقل عن الموصوف لا بتشاو لنوري ميش النقر كياتهم نقر كان له اللي تناقر يا الله ما ننت اللي هو الناس يتكس عبرو يسو بحريا تم يتكس نا فتورا يبال مالتنا سلزي الله بملتنيو عسامروتا ما كاينت بسو قالات اندن التبك سينغران ويمس يستمران يه يسوك آلات ويمنغكروش فطور على مهناتشون ياساليا لا من سيبال مكنياتهم كفطور تبك عن مشات اندن ما يبتال يتهوك أسلو هنا إلا لمن الذي ميلوس بدلو قزي ينبروت يتمت كفراوش معتزيلوش ميهنو جهميوش كاللهوش عندن آكال كزيه شقر آدنان يمتبك أن يبلو ملمن يتشال لهم بالاقوام النبراتشو من نسو ስለዚህ ይሄንን ካመናችሁ ይሄንን ማመን አለባችሁ ብለው መረጃ ያቀርቡላችሁ ስለዚህ ወይ ተደጋግመን እንደተናገርኩት
بزيه بتوحيد الألوهية رئيس لي تمت بين مسلم ومكاكل تسراجة يادر كبزوك في زمانات بوهلا انجي كزيبا فيت بست بمجمرة وچو زمانات ينبروت يتمت جفرا وچ بيلوچ رئيسوش لي بيت أموم دي عينة قدوش لي اجاتون على سكبون لزيهم نو مرجا بزيه ملكو يقربوت في إسلام نيكاونت كنتم عند النقر عند مرجا ستاكر يه مرجا تكراكاري وميام نبت لهون يبقبل السوية ميام نبت النقر عند مرجا كقرب كلت لله ولتن يكرك روس لتقبان سلزي إسلام نيكاونت يا الله نقر فطور عيدا لهم نسو فطور نبر يميلوت فطور عيدا لهم مكنياتهم ملك تنيو عليه الصلاة والسلام بفطور استعاذة أيدكم كفطر تبقى عن الناس الآن عايشهم هنا نملا هزب مسلم أيستمروا في الوجهان لأن الإسلام نقول دوم عاقل هنا مسلم هنا سهولو هنا اللي أدرجه أيشلم سلتي أباكات ودون التمل لسوي الوجهان كثر جمره هي توه كونه ثان لذيهم في صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم ملك تنيو عليه الصلاة والسلام قال له من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك يهون بوت علي سفره كذاب هلا مولو بهن تبع الله قالت الله كفتر وشر نجر كل تبك على الله يا لسو كذاب وتاسكين كساكف درس من نجر عيبو دون مال تزيه هينيو قدم يالنو نجر يميا تناكرنو إهن مسل دعاوك بزناتشو بالله صفة بسو مجلج أوج استعاذة مدرك بسو نقر لي بشيء تقدر بيدك في صحيح مسلم الثانية كاستمارة يلقى أبا ولوج عندهم دلنا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر قلت أنا وفي صحيح مسلم أيضا حديث عائشة من علوم الثانية دعاء سيادركم نيلون البر في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك كإسلام استمرت بفيت ينبرت يا جاهلية هزبوت يتلمدوت عند تجوار نبر بمن قد لا يسيهدو يو من قد زنبولو باندك زي مترس النبر بدروك زينا يهون أبو تعالى اللي عرفت مسفر في أسفر لقاء تشو ذاك وبي جنوش اللي يرون دمي شلو سلم يعقوب من ينبر أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه ينبر بزي حكا ويقالوا تمون يا جن هزبوج قدات وانكفات ينتبق بمن ينبر سيدي هذا الوادي بألقاء تشو سلزي جنوش اللي يتقون ألقاء تشو كلا لا يهون النيل على معناته إهنن الله سبحانه وتعالى أوغزون القرآن اللي يتكس وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا كسوش هون وانبوش وين سوش نبر من يقدر نبر يعوذون برجال من الجن كجن بتوسنت تبك عن ويمكن نسو تبك عن يشو نبرا فزادوهم رهقا إيه كان ده بلاي تفسير الله توصلت أي طغيانا مالتنا إلى الله راهق مالت طغيان مالتنا أن أماريو شو معنا شو سووا شو لجنوا شو ناتشو طغيان يج أمر الله شو لمن عندي نزي مثارون جمر عندي على كوت شو مالتنا فلذي قد سدنا الإنس والجن يجن يسوا مالك أهون على الله ما كبرنا الله سلزي إباس ما أصفر الله تجمر للأن يتفسير رهقا أي خوفا فراد كان تأمر الله لمن جزاء ما عملون الجزاء من جنس العمل كان الله وج كون فراد لما دنبلو بريلا أكل تبك عن يدرق الله سبحانه وتعالى ودى تتقو أكل يستقو سلزي إباس فراد شاب بلبوستي يسرسه هذا المعنى سلازي جنوچو سووچو لاي فراچان تامرو باتي هنا المعنى
بزي فانتا إذا تكاوم دنو قدما يتكسم تحريث لا يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إهنني على صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسارت من نقرأ يقودوا إهنني موكا رسول أو قوال تقوى أبا من البات كذب فيت كنبرو عن ورحمة كل كم يتكسم تاريكوش عنده إهنو إهنو بتاسفرو نقات عني عندكن جنت نقر نكسو سيستاوس إهنن دعا على مالتون نزاني تردد كذب فيت يلنبر أن نبزيه نقر على كتما سلزي بنزي قلت أمر جوش أما كانت هي من الردو كمان يوم شكر عندي أوتان ويمك شكر سيكسة توفيت عندي جنن يمن تأيك الله بتشامونا للبت تاريا كذي شكر يمادان شلو تايالو سبعة يفتر كذي شكر عندي أدنى بنت أيك أو كذي بفيت عند تقومنا ميكالك لهون جاكم هيك متبابا رسلي ميكاتتنا نجر يلتلم هذا سوّج ما درج إما يشلو تنجر سيهون سوّج المد أيك إذاني تجرنه حتى قبّاش نيلم يهون أيهم يموت ميهون هيا مد أجان مد أيك بقوم قدر داستي عادة وين عودوس لكتة تجلا هنا نقوم قاية ترجمون وده قدموا بما استجات لما مفتات ممكرة جال ملتني عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث الفتنة من النالوث تكون الفتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به أو معاذا فليعوذ به سيلو يهون أما التقى نقرأ قنية يتقى كزيفة نايم جنة بس ما لكم إيه شرعي بوهنا ملكو يا الله نهك بما يتعرس هدات يمي فلقو كلالان سبب وين مكنياتنا سبب كوني مالتنا تادع يهي ترقى قطع إما يشار أونا تهونو سالة عنداني تمت عن جوج بتلي بزمناتشن فرقة الأحباش كليوج رؤسوج عنزار عندينا إن أونتا عندي لو تونتا تشلو لمزارر غرغرو يميا وتواتشو عندن زغواتشال كنفسا ملكار عندي ما بتشا معناتنا عندي متواقو يتمت عندوج يهونن امنت كيازو بحالا نا مراجاوتش يميافالغوت بالنسو امنت يا اونت بالابيتوچن اهل السنه لمزارر بتشا سلامي انكساكسو يمي تقميوتن نغير النسون لما تقل ما سباسبنا تكبارات تمرتك شوهم يهنا بزيه رقد كمية تاك صواتك نقروج عنده نوانا نيو عند حديث الله سم حديث الحارث ابن حسان حديث رجمنا بزيه حديث هدات لي يه صحابي لرسول الله عليه وسلم أعوذ بالله أن أكون كما قال الأول إلى الشاي هي أحمد أن يلوشي زقوت حديثنا قلن أنت ليلة زقاب علي عند الطبران وعند أحمد أيضا في بعض الروايات من إلى أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافي دعاية باللهنا بملك تنيا وتأبك على الأولوان سلزي بملك تنيا وتأبك شرك بيها النور وملك تنيا يقصد صوتنا بارنا يهندا ميشالي سيئا بساتشون كساتشو وجبالو ملكام يا الله باروك استعاذة مادرك عند الميتشان يا سيال مالتاتشون يا كهنا بالنسبة باب المسارات أعوذ برسول الله أعوذ بالولي الفلاني أعوذ بالنبي الفلاني مالت شكرا عين وروم ده مالتنا الوابا طبعا إن حديث كسند أنصار سيستوال مسارات عين وروم من ممكن يتزكاه يهونا لم ننزل من لو حديثه قدم مجمر على بدك أسكت قال أعوذ بالله أن أكون كما قال الأول بمي لو بأ الله بجا استعاذة بادر رقب بتقلس يتزكاه بتأنكر من قدوشنا
فرواية سفيان بن عيينة، مسلم بن عفان وغيرهما. ይህን በተቃረነ መልኩ የተዘገበው ግን በደካማ መንገዶች ነው። من رواية محمد ابن مخلد الحضرمي، ይህን ያውን أبو حاتم لا أعرفه بلال، الحافظ الذهبي عندما تكسى أبو الفتح الأزدي ضعيف نو بلو أتاتلوتا، ይህን ዘጋቢ ወይም ደግሞ حديث አስተላላፊ ማለት ነው። نعم ይህንን በሚደግፍ መልኩ ሌላም يا الرو ويمن ما يستاهل الفوال قال السم ده زيان زيد بن الحباب يبلال تنكر الى الله ان ذي تنكر يا الهونو زغاوش لبቻቸው اللي سيقمطوا راسو تنكر ادلم تبلو يميتوا ناتشو فكيف اذا خالفوا غيرهم ان ذي رواتوت مالك بتقارنوا قرش كسو يتشالن ثقه يهون انسو كخالفه دغمو بطام ودق ما هو يرغاغطال مالك نلبث منكر درجه يدرس شال معناته فلذلك هون الناس يقولوا تو ضعيفوج زيد بن حبابنا انذيهم الحضرمي محمد المخلد كنسو يتشالوا امام ثقه يهون سفيان بن عيينه وما ادراك من سفيان انذيهم مسلم بن عفان خلفه وجال يميقدموا ينسو زغبا يهون معناته اعوذ بالله ان اكون كما قال الاول منو زغبا ومسكدوا معناته تقبل زغبوا بزي مالكو ورك كهنا ليلى مبرره ياسفلنا كن قدمنا تقومكوت بزي مالكو كقراننا كحريف بتوطاتو بركاتا اونتاوچ يصدقن يهن الاسلام مجلجا بندي عينت ب وداقي زغباوچ ما اتطال وين يهنن مدرمس اچال يما يمسل نغر ጓባ ምናልባት ዘገበው ያስቀዳል ወይም ትክክል ነው ብንል እንኳን የሚገባው የትኛው ውስጥ ነው የሚሆነው? ቀደም የተቀሰ ነው ወን ወጀደ መልጃን ወ መዓዘን ፈሊዑዝ ቢህ እንደሚለው በተፈቀደው ክልል ውስጥ ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሉትን እንዲያደርጉ ማለት ነው። ተግባባ ምናልባት ረሱል ላያደርጉ ይችላሉ ላይቻላቸው ይችላል በሆነ አጋጣሚ ሊቻላቸው ይችላል ግን እነሳቸው ይችላሉ ብሎ አስበው አንድ ሰው የሚጠይቃቸው ነገር ሽርክ አይሆንም። እንዴት? ለምሳሌ መልእክተኛው አለይሂ ሰላም በተለያዩ አጋጣሚዎች ሰሃቦች ይመጡ ይሄንን ነገር አድርጉልን ብለው ጠይቋቸው አልችልም ይላል። كما قال الله جل مثلا وما على ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجد ما ينفق بتبوك زمچا ላይ ዘመቻው ላይ ለመሳተፍ እኛ ምን ሄደበት ስንቅም ይሁን ምን ጓጓዘበት መጓጓዣ የለም በጣም ረጅም ይሆን ጉዞ እንደተራ እንደሌሎች ጉዞዎች አልነበረም ተቡክ ዘመቻ ስለዚህ እሱ ነገር አመላልና ጂሃድ ላይ ለመሳተፍ ሲሉ መልእክተኛው የለኝ ማለት ነው እሺ ከሆነ የሚል የለም በፍጹም ማለት ነው ሌሎችም ጥያቄዎች ብዙ ሳሊዎች መዚህ ለማቅረብ ይቻላል። ስለዚህ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ነገር እንደማይቻል ገለጹ ማለት እሳቸው ሌላ ጊዜ ሊችሉት ይችላሉ ሰበቡ ግልጽ ነው ሰዎች በሰውነታቸው የማይችሉት ነገር አይደለም ይሄን ነገር ተጠይቀው ሊችሉት ይችላሉ አይችሉት ይችላሉ ልክ እንደተራሰው ማለት ነው ብር ስጠኝ ብለው ብር የለኝም ካለ እሱ ማድረግ የማይችለው ነገር ተጠይቅ ሽርክ ሰራህ ይባል በዛን ሰዓት ማድረግ አልቻለም እንጂ ሊያደርግ ይችላል በሌሎች ሰዓታት ወይም እንደሱ አይነት ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ነው ከሰዎች ችሎታ የወጣ አይደለም በትክክሉ ከፍጡራን ችሎታ የመጠቀ አይደለም ማለት ነው። ይህን ካልን ዘንድ ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያለውን አንድ ነገር ልጠቅስሶ ከተለመዱ ነገሮች ወጣ ያሉ ነገሮችን ከፍጡራን መጠየቅ እንደማይቻል ግልጽ ነው ማለም ተጅሪብ ይሄን አይደለም ማለት ነው። ሰዎች በተለምዶ ማድረግ የሚያስችሉትን ነገር ከፍጡራን መጠየቅ ወይም ከሰዎች መጠየቅ የተከለከለ መሆኑ ግልጽ ነው። ግን አንዳንዶች ችግር የለው ይላሉ። ለምን ሲባል ያው አንዳንድ ሰሃቦች ከተለመደ ነገር የወጣ ጥያቄ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቀረቡ። እሳቸውም አልገሰጿቸውም አልፎ ተርፎም አጽደቀው እንዲያውም ተባበሯቸው። ምንድነው ምሳሌያቸው ሲባል ربيعة ابن كعب الأسلمي تبارك صحابي
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لي خير ما أدرقوا الله وضوء ما أدرقوا بثنا أقربوا الله كذا سلال ساتشو طيق سمنا الله أسألك مرافقتك في الجنة طبعا كذا فيت أسببتن الدنيا نقرب تأيك يا الكال سلسي آخر إيشار يعني بلو أسبو أو تتوردون هنا قرب الله كذا ساتشو نانت أعيني على نفسك بكثرة السجود